عارفين ان احد اهم عوامل نجاح الاستثمار العقاري وهو اختيارنا للموقع. انا معاكي نورهان من شركه امباكت انفستمنت للاستثمارات العقاريه. النهارده هنتكلم عن شركه ريدكون، وهي واحده من اهم واكبر الشركات الموجوده في السوق العقاري بخبره اكتر من 30 سنه في الماركت. معاكم احمد رفاعي. النهارده هنتكلم عن مشروع من اهم المشاريع التجاري والاداري الموجوده في القاهره الجديده من شركه ريدكون، وهو مشروع جولدن جيت. جولدن جيت موجود مباشره على 90 الجنوبي قدام الجامعه الامريكيه، مساحته 160 الف متر. حاولنا نحل اكبر مشكله موجوده في التجمع وهي الباركينج، عشان كده عملنا 2 ليفل اندر جراوند باركينج على مساحه 250 الف متر بتكفي لحد 8000 عربيه، معمول بسمارت سيستم، وهيكون فيه ابلكيشن بيربط كل حاجه في البروجكت ببعضها علشان يبقى سهل عليك ان انت تتواصل لاي حاجه في البروجكت حتى لو مش موجود جوه المشروع. حاولنا كمان نقسم الروف لروف جاردن وورك سبيسز. المشروع هيكون ارضي وثلاث ادوار عباره عن 29 مبنى تجاري واداري. ابدا استثمارك الان بمقدم 10% واقساط بتوصل لحد 7 سنين بدون اي فوائد، ومساحات تشغيليه تبدا من 70 متر. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر كلمنا او تواصل معانا على الواتساب واحنا هنتابع معاك.